وهنعمل مشروب الفراولة اللذيذ. تعالوا نشوف ايه هي المقادير. عندي هنا الفراولة هتكون فراولة مجمدة، عندي مية غازية مسكرة، عندنا تلج والريحان. اول حاجة هعملها ان انا هحط الفراولة بتاعتي اللي انا حطاها في الفريزر، عايزينها تبقى متجمدة وحلوة. هحط النعناع بتاعي كده، وهنزل كده بالتلج، ايوه، ومعاه الميه، مياه غازيه محلاه مسكره ولذيذه، تايه تعمل لنا كده نعنشه. يلا يلا بينا على التقديم بتاعنا. بصوا بقى جماله، مشروب بتاعنا متلج وعامل زي الجرانيتا، قد ايه جميل. بصوا بقى جرانيتا تتقدم، الله الله الله. من الحاجات الحلوة لما دايما نعمل حاجة جميلة سريعة ومختلفة.